كنا عم نحكي تحت الهواء نرمين عن العنف ضد الطفل قد ايه بيأثر على نمو شخصيته وبناء شخصيته وثقته بنفسه حسب ما اثبتت بعض الدراسات. رح نتابع سوا ضمن هالتقرير التالي. يؤثر عدم الاهتمام بالطفل واحتياجاته وتعرضه لسوء المعاملة وعدم الاكتراث بحقوقه إلى تراجع قدراته الإدراكية وتطوره النفسي الإنمائي والسلوكي، وأيضاً يؤثر على صحة الطفل الجسدية، حيث يعتبر هذا الإهمال نوعاً من أنواع العنف ضد الأطفال وشكلاً من أشكال انتهاك حقوق الإنسان. كما أشارت بعض الدراسات أن الآثار السلبية تظهر على جسد الطفل بشكل جروح سطحية أو مشاكل دماغية، وقد تؤدي للموت في بعض الأحيان. أما الآثار النفسية فتبدأ بانخفاض احترام الذات وتقديرها لتصل إلى اضطرابات نفسية انفصامية شديدة. مشكلة العنف ضد الطفل مشكلة أصبحت تواجه العالم أجمع، فهناك الكثير من الأطفال توفوا بسبب العنف، معظمهم ما بين السنتين والسبع عشرة سنة، وحوالي 1 مليون فتاة تحت عمر 20 تتعرض للعنف بسبب الجهل والحروب. مثل ما تابعنا بالتقرير، العنف ضد الأطفال هو من الأساليب للأسف يلي صارت كتير شائعة وعم تسبب كتير من الأضرار بالأطفال، وبعض الأحيان يعني للأسف عم تؤدي لوفاة هدول الأطفال. لنحكي أكثر عن خطورة هذا الموضوع وعن أساليب التربية وكيف فينا نبتعد فيها قدر الإمكان عن العنف. أكيد بسعدنا أن نرحب بالاختصاصية التربوية لينيت يوسف. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباحكم خير. اهلا وسهلا فيكي. خلينا بدايه يعني نحن عم نحكي عن موضوع كثير مهم، خصوصا بهذا الزمن تلاقي الطفل شوي عنيد او ما بيسمع الكلمه او بيجائر اهله، فبيضطروا لاتباع اسلوب العنف معهم. تمام، وهذا الشيء خاطئ. ف يعني ما بتعرفي الطفل شو بيصير فيه، تدهور نفسيته وشخصيته اوقات، وبيكبر وبيصير عنده هي الاساليب الخاطئه يعني نتيجة أسرته. خلينا نتعرف أكثر على هذا النوع من العنف. بالبداية يسعد صباحكم. أكيد هلأ رح بلش جوابي بسؤال كتير بيتردد، سؤال من الأمهات أنه أو المقدمين الرعاية بشكل عام، أنه أنا عندي ابن عنيف، ابني بيكون عنيف بالرد، عنيف احيانا بيستخدم الضرب، القرص، شد الشعر، بيحاول دائما يكون ما بيخلق جوابه، دائما من الصريخ، وبيخجلني، بيعمل لي احراج قدام العالم. قبل ما نجاوب على سؤال اي ام، بدنا نعرف نحن شو تعريف العنف او شو هو تعريف العنف ضد الطفل. كيف نحن بينشأ عنا العنف؟ كيف بيصير عندي أنا الطفل عنيف؟ كيف ممكن يصير ردات فعله عنيفة؟ كيف ممكن يصير عندي طفل غير قادرة أني تتحاور معه وحتى نوصل لنقطة جيدة حتى قدام الآخرين؟ العنف ضد الطفل مثل ما بنعرف أنه هو أي قول أو أي فعل بيؤدي لأذية جسدية أو نفسية للطفل. طبعا ممكن يكون من فرد، ممكن يكون من مجموعة، بس بالنهاية هو عنف. حتى لو ما أدى إلى أذية جسدية واضحة للعين المجردة، ممكن يكون هاي الأذية النفسية نحن فينا نقول عن هذا أنه هو نوع من أنواع العنف أو هو عنف بشكل عام. طيب خلينا هيك نفصل أكثر عن أنواع العنف. يمكن هو ما أنه أكيد عنف جسدي، في عنف لفظي وفي أنواع تانية. طبعاً. خلينا نتعرف أكثر على هاي الأنواع معي. هلأ نحن أنواع العنف نحن أكيد ما رح نقدر نحصرها، لأنه مثل ما صرنا هلأ منتبهين أنه في عنا العنف الجسدي اللي بيكون قائم على الضرب، على التعذيب، على حتى أنه يكون شيء واضح جسديا، واضح على الجسم، واضح على الوش، حتى أحيانا بنلاقي أنه في أطفال فاقدين أجزاء من شعرهم. وفي عنا مثلا نوع من انواع العنف هو العنف النفسي، انه كلمه ممكن تجرح الطفل، ممكن تاذيه. في عنا هلا العنف العاطفي، اني انا ممكن اني اعمل له مثل حب مشروط، او اذا انت ما عملت هيك انا ما بحبك، هذا كمان نوع من انواع العنف. في عندي التنمر، هلا التنمر شيء كثير موجود دائما بحياتنا، هو كان موجود وهلا موجود، بس هلا اكثر العالم صارت تتعرف عليه. هو عم يعمل أذية دائما، ونحن بنلاحظ انه ردات الفعل على التنمر عم بتكون للاسف بكثير اوقات، في عنا اطفال انتحرت، في عنا اطفال عم بتعاني، في عنا اطفال ممكن بطل تروح على المدرسه مقابل التنمر.
اليوم يعني الأهالي ليش بيضطروا لاستخدام أسلوب العنف مع الأطفال؟ شو هي الأسباب اللي بتخليهم يعاملوا الطفل بعنف إن كان لفظي أو معنوي أو جسدي حتى؟ هلأ الحقيقة هو أكاديمياً نحن عنا في أسباب للعنف، بس واقعياً ما في مبرر لاستخدام العنف مع الطفل. يعني هلأ مثلاً فيني أنا أحكي مع أي أسرة عم بتعاني من تعنيف هي للطفلة، شو السبب؟ بيقلي أنا حالتي المادية معنا منيحة، أنا ظروفي الاقتصادية مزابطة، أنا عدد أفراد الأسرة عندي كتير كبير، أنا عم عاني من مشكلة نفسية، ممكن يكون عم يتعاطى، ممكن يكون عنده نوع من أنواع الاضطرابات، ممكن يكون في عنده نوع من أنواع الجهل. صحيح. إنه هو ما عنده الخبرة كيف بيتعامل مع الطفل. ممكن عند الزواج المبكر، هلا واحدة من اسبابه انه نحن بنقول ما في داعي للزواج المبكر لانه نحن بيصير في عندنا طفل، بيصير في عندنا تعريف، بيشوف الواحد البند العريب انه انا ما بدي اياك تتزوج بكير. الهدف من هذا الموضوع انه انت عم بيصير عندك اطفال حرام عم بيعانوا بعدين. في اهالي بيقولوا لك انه الطفل مثلا طفلي انا ما عم يسمع الكلمه بالهدوء وبالرواء وبالمحبه ويا ماما ويا عيني، فلهيك انا بضطر لاني اصرخ عليه او اني استخدم معه اسلوب ثاني. هذا الشيء مبرر لهم؟ اكيد ما هو مبرر. هلا انت حسب العاده، العاده بتعوديه لابنك انه مثلا انه انا اذا دائما بده يعلى صوتي ليسمع الكلمه بده يصير يخاف خلص يضل قاعد هيك مطنش مطنش لحتى يبلش الصوت يعلى لحتى يخاف لحتى ينفذ. هون في شيء اسمه اول شيء نحن بدنا نتفهم الطفل، بدي اعرف انه هو ليش عم بيعاندني، انه هلا قوم اقعد هونيك، ما بدي اقعد هونيك، طب شو السبب؟ احكي لي، بدنا نتناقش، بدي اعرف له انه هلا نحن وقت اللي بنكون عم نحكي في سلوك سيء وسلوك جيد، جيد انك تسمع كلمه ماما، تعرف شو السبب، يعني يكون في حوار بينك وبين الطفل. طيب كثير بنشوف اهالي بيردوا هي العباره وخصوصا بمراحل شوي لما الطفل يكبر، بيقولوا انه يعني غلطي اني انا ما ضربتك كف او انا ما ضربتك لحتى يمكن يضبطوا هذا السلوك. خلينا نحكي قديش خطره هي المقوله وكيف ممكن مثلا يتعاملوا مع حاله طفل هو عن جد ما تعرض لعنف ولكن هو بطبعه عنيف، هو حدا كثير شقي، هو حدا بيأذي غيره. ف كمان خلينا نضوي على هاي النقطة. هلا هي كلمة انه انا الغلط فيني اني انا ما ضربتك، انا هون عم يعمل له اذية نفسية. الهدف من انه الواحد يكون عايش في اطار عمر معين للتربية اني انا ربيت تربية صحيحة سليمة، مو اني انا عم عايشه على المزلة انه ليك انا ما ضربتك ليك انت كيف طلعت، انا ما ساوي هيك، عم تعملي له اذية نفسية. بس لينيت عفوا هون يعني الطفل عن جد بيكون شقي او المراهق فينا نقول او الطفل بيكون عن جد هو عنده سلوك عنيف يعني سواء تجاه اهله او حتى يمكن طيب اخواته، هذا منشا السلوك. طيب من وين اذا هو ما انه متعرض للعنف؟ انا رح اقول لك شيء. هلا نحن بالبدايه اذا انت بدك تسمعي للطفل انه انت شقي، هو بده ياخذ هي الصفه عن حاله وبصير يطبقها دائما وفرجيكي ويثبت لك تماما انه هو شقي. نحن في عنا سن بالحياه هو سن الاكتشاف، نحن ما عم نقدر نتحمل انه هلا نحن قاعدين كبار ما حدا عم يقوم ما حدا عم يقعد، بصير في عنا طفل بده يكتشف، بده يشوف هي شو، بده يشوف شو في بقلب الورقه، بده يشخبط على الورقه، نحن بنعتبر هي شقاوه، هي مو شقاوه هي اكتشاف. لحتى نقدر نحن انه ما نضرب قد ما فينا نحاول انه نتفهم ونتاكد انه دائما هلا اذا انا ضربته اليوم لانه مسك الورقه بكره ما رح يمسكها لانه خايف مني، بس انا روح بده يمسكها وبده يشخبط وبده يعمل، ليش انا ما بحتضن القصه، بتفهم القصه، بقول له انه في لك دفتر خاص فيك، طبعا مثال صغير، وقتها هو رح يفهم شو الموضوع ورح يبطل هي الطريقه بالتعامل، طريقه نحن بنقولها بعثره، البعثره هي لانه مو خايف لانه مقتنع. خلينا شوي نتوسع بالموضوع أكثر ونطلع شوي درجة لسن المراهقة. في أطفال أو أشخاص ببلش عندهم مراهقة مبكرة، يعني هنون لساتهم أطفال، قديهم بيلعب دور العنف على شخصيتهم ونفسيتهم حتى؟ طبعا هلا هون الموضوع شوي اختلف لانه انا هون ببلش عندي خربطه الهرمونات، كلياتنا متفقين على هذا الموضوع لحتى تثبت شخصيته ويصير انسان راشد. لكن في شيء بيختلف عن الاطفال. هلا نحن الاطفال مثل ما اتفقنا بدنا نقعد نحكي معه ونشرح له وكمان نحتضنه. في بس يكون عندك مراهق بده تزيد الشغله، يعني بده يزيد الطلبات شيء ثاني، انه انت بده يصير عندك جلسات فرديه، انه تقعدي انت وياه وتحكي معه من راسك لراسه انه انت تصرفت هيك، انت برايك كيف بتحب اني انا رد لك على هذا التصرف؟ انت بدك تجاوبني، بدك تقلي نحن بدنا نتفق انه يكون في بيناتنا اتفاق.
وقتها أنت بتكسبي المراهق وبتحسي أنه عم تعطيه مسؤولية زيادة، بتحسي أنك أنت عم بتكبريه بطريقة صحيحة، خصوصاً هاي المراهقة المبكرة عند الأطفال، يعني من سن 10 سنين ل 13 سنة بتلاقي الطفل ببلش يعاند أهله ويعيط ويتشرط وأنه أنا ما بدي، بصير صعب التعامل معه. هلا مثل ما عم قلك هاي الجلسات الفرديه اللي نحن عم نحكي عنها هي بترحم الاهل كثير من الاحراجات قدام الاخرين. يعني هو سن المراهقه المبكره بصير في شغلات بتطلع هيك قدام العالم هي بتخجل الاهل، صحيح. والعالم تفهمه بطريقه غلط. هي لو في جلسه فرديه مثلا بيعرف انه في حدود، انه في هذا السؤال تسالني اياه لحالي، ما في داعي العالم تعرف كيف انت مثلا يفهموك بطريقه غلط، ما يستوعبوا انت شو طريقتك او شو فكرتك او ليش قلت هالكلمه حتى. لينيت خلينا نحكي هيك عن ممارسات اليوم بالتربية أنت بتشوفيها كتير عنيفة والأهل يمكن عم يتبعوها نتيجة يمكن تربية قديمة أو موروث قديم أو بيشوفوها عند حدا من محيطهم عم يتبعوه، هنا بيتبعوه بيفكروها أنه هو عادي أو كل الأولاد هيك دائما بيسمعوا أو طريقة تعامل الأهل بتكون يمكن شائعة عند الكل. فخلينا نحكي عن بعض الممارسات اللي انت بتلاحظيها بهذا الموضوع. اكثر شيء هلا موجود وبيلفت النظر وحتى اذا الولد تذمر منه نحن بنلومه، الخلافات اللي بتصير بين الوالدين، انه خلافات عياط وصريخ وانفصال توصل احيانا لانه خلص كل واحد يصير بمكان، هذا قدام الولد هو ممنوع يعبر، هذا الشيء كثير مؤذي. اكثر شيء خطر انك انت تضلك عم تمارس العنف مع شخص ثاني قدام الطفل، ما نحن متفقين انه الطفل هو عم يتماهى معنا وعم يقلدنا. اذا انا قمت هلا اختلفت انا وطرف ثاني وقدامي طفل بده يقلدني، اذا بضلني كثير عم اقول له انه ما بيصير تعمل هيك ما بيصير تعمل هيك ما راح يرد، لانه بشوف انه هو عم بيقلدني وانا اصلا عم كذب، انا ما عم اقول له الحقيقه، انا عم بتصرف شيء وقول له شيء ثاني. صحيح. بعد حملات التوعية اللي عم تصير شو اخر الاحصاءات اللي توصلتوا لها؟ للاسف الشديد الاحصاءات هي كثير شيء بزعل، يعني انه تقريبا كل 5 دقائق في طفل عم يتعرض للعنف، وحتى نسبه الفتيات انه اللي تحت سن ال 17 كثير كبيره اللي النسبه اللي بتتعرض للعنف الجنسي بين قوسين، يعني هن ما عم يتاخذوا لا اطفال ولا فتيات كبار، عم يتاخذوا مثل ضايعين لانه ما في المرشد الصحيح وما في الاخصائيين الموجودين. يعني حتى الاهالي بتلاقي الهدف من الزواج اني انا بحبه لهذا الشخص، ايه طيب بتحبيه على عيني وراسي، بس في شيء لبعد، في شيء انك انت تعرفي تروحي تعرفي انه انا في عندي برنامج للتاهيل قبل الزواج، عندي برنامج للتاهيل ما قبل انجاب طفل جديد على الاسره، الطفل الاول حلو انه يتبع هذا الموضوع كل الاشخاص اللي مقبلين على الزواج لحتى يكون في عندنا اقل عدد من الاطفال المتعرضين للعنف. طيب ليش لو بدنا مثلا نحط هيك خطه ل يعني مكافحه العنف ضد الاطفال وبنعرف في حلول كبيره هي بتكون على مستوى المدرسه والمجتمع ويعني وفي حلول ممكن تكون على صعيد الافراد وحلول على مستوى الاسره، فخلينا هيك نفصل بحلول كيف نحن ممكن نضبط هاي الممارسات السيئه. حلو. هلا بالبدايه خلينا نحن نتفق كلياتنا انه ما في حدا ولا في انسان بالعالم بيتمنى انه ابنه يكون عم يواجه عنف او حتى انه يتعرض لضرب او لحتى كلمه سيئه. ليش نحن وقت اللي بنكون معصبين ما بنحط هذا الشيء مثل شيء هيك شيء مثل عنوان عريض بحياتنا انه انا ما بدي خليه يتعرض لهذا الموضوع. اول شيء وفر له بيئه امنه بالبيت، يعني انا بالبيت اكيد بده يصير خلافات بس ما في داعي تكون على عين الطفل قدامه، اجباري بده يغلط بس انا لازم نبهه اشرح له ليش انت سويت هيك وليش هيك نحن عملنا والسبب انه انت صار معك هيك، واذا اخوك ضرب كسر لك لعبتك ما في داعي تعمل لي قصه وما في داعي تضربه لانه ما رح تصلح اللعبه. اقتنع، بدك تقنعيه، بدي اروح انا ادور على بيئه مناسبه. كيف هي البيئه؟ يعني المكان المناسب بالمدرسه، المكان المناسب بالمجتمع اللي بدي احطه فيه، ويكون في عندنا دائما الرجوع لل كيف بدي اقول لك الحمايه والدعم. يعني دائما هذا الشيء انا هلا حاببته كثير انه شفنا طفل عم يتعرض للعنف، انا مو ما دخلني لا دخلني، حتى لو بده يصير في القصه سين وجيم وانا اشتكيت وانا قلت وانا ساويت ايه، بس انه في طفل هلا في كثير اطفال عن جد بالنهايه عم بيموتوا، في اطفال عم يتعرضوا لاذيه جسديه كثير كبيره، يعني هلا نحن في عندنا اطفال عم يتعرضوا لازمات دماغيه، في عندنا اطفال عم يتعرضوا لمشاكل اضطرابات فصاميه، كله هذا بسبب شو؟ بسبب العنف. ونحن بنحطه انه هو شيء بسيط،
ممكن لازم يعني نعطي لهذا الموضوع كتير أهمية. ذكرتي من شوي موضوع كتير مهم هو العنف الجنسي أو التحرش الجنسي عند الأطفال، شلون هون ممكن الأهل يكتشفوا هذا الشيء؟ يعني هذا موضوع جدا حساس، ممكن الطفل ما يقدر يحكي أو يعبر عنه، شلون ممكن هون دور الأهل يقدروا يكتشفوا هذا الشيء ويحلوا المشكلة؟ حلو. هلأ نحن بالنسبة للأطفال من نحدد سن معين، نحن افترضنا أنه أنا عندي طفل تحت العمر 3 سنين، بتلاحظي من حركة الطفل طريقة التعامل مع المناطق الجنسية، كيف بيقدر يتعامل معها، كيف ممكن ينطق كلمات غلط، ممكن يصير في عنده حركات تدلك انه في شيء مو طبيعي مو ضابط. بينما اذا كان عندي العمر اكبر بتلاقي في عنده يعني هيك بتحسيه بتحب يقعد لحاله، بتغير تصرفاته كتير، بتلاقيه ما انه حابب يختلط بالاخرين، ودائما دائما بتحسي عينه مكسوره. انه انت حاولي قد ما فيك انك تقربي منه، تعرفي رفقاته وتعرفي هو مع مين عم يختلط. هي بصراحه هي وظيفه الام، وقت اللي بدها تقرر تصير ام هي لازم تعمل انه في وقت انا بدي يعني دائما دائما في وقت خاص لابني. صحيح. طيب خلينا نقدم بشكل عام نصائح لليوم للأم وللأب، لأنه أكيد الأم والأب أساليب تربيتهم عم تختلف طبعاً بالتعامل مع الطفل، كيف ممكن يتعاملوا مع أطفالهم وشو دور كل واحد فيهم لازم يكون بالبيت؟ هلأ بالبداية خلينا نقول أنه يتفقوا الأب والأم يعني الوالدين بشكل عام، مقدمين الرعاية بشكل عام، دائماً يطوروا مهاراتهم لحتى نقدر نفهم الطفل جسدياً نفسياً تربوياً. بدي أطور مهاراتي دائماً، في شيء جديد دائماً في شيء بدي أتعلمه أنا كأم. المهارات اللي بتقصد المهارات يعني أنا مثلاً الشيء اللي كنا نحن عايشين عليه إنه تبع تركي الولد يبكي لا تعطيه أهمية مدري شو ببطل يبكي بيسكت لحاله، لا هذا الشيء مو موجود. أنا بدي أتجاهل، في عنا فن التجاهل، بس في عندي فن التجاهل عن أغلاطه وزلاته. أنا ما بتجاهله هو عم يبكي عم يتوجع عم بيعاني، لا بدي أتجاوز الغلطات وبدي أمدح الشيء المنيح لحتى يتطور، مو لحتى انا خليه عم يتعذب. ما بدي اضربه واربطه بالشجره وما بعرف شو بدي اعمل، انه هي الافلام اللي كانت تصير من زمان ما بقى تزبط. في شيء بده يتطور مع الوقت، نحن عم نتطور كمان. ابنك قدامك هلا هو عم يشوف طريقه التربيه كيف عم تتطور من بلد لبلد. طبعا هذا الشيء قائم على كثير قصص ثانيه، بس انه يعني نتماشى مع الموضوع. شوفي هيك مراحل او بالمرحله، اول مرحله من عمر الطفل هيك مهارات ممكن الاهل يخلوا الطفل يتقنها لحتى تخفف من مثلا اضطراباته النفسيه. ممكن يكون ما عنده شيء خارجي او ما عم يتعرض للعنف، يكون عنده اضطراب. هلا نحن فينا نقول انه تحت عمر السنتين على سبيل المثال بنلاحظ انه الولد عكتر اللعب والمزح والاغناج بتلاقيه هو بيتجرأ لحتى يضرب الشخص اللي عم يلعبه سواء امه او اي حدا تاني. لازم بهذا العمر تحديدا يعرف انه ممنوع تمد ايدك، هذا الشيء غلط، بدك تقعدي تعيدي وتكرري انه هذا الشيء لا نو، هذا الشيء ما منيح، هذا الشيء بيأذي، هذا الشيء بيوجع. بدك من هذا العمر انت تفهمي انه ممنوع تمد ايدك على حدا، ممنوع نقول كلام نابي، ممنوع انه انت تعبر بطريقة العنف. حتى وقت لأنه هو بده يغضب بدك تقعدي تحاكي لأنه هو عن جد فهمان عليك. شوفي مهارات أو هوايات نقدر ندربه عليها أو تخفف عنه هذا الشيء. هلأ في عندك أنت رياضات نحن كتير فينا نستخدمها للتفريغ، في عندك الرسم، في عندك الموسيقى، هدول القصص هني الحمد لله موجودين بحياتنا لأنه عن جد هني بيعملوا تفريغ كتير كبير. حتى بكثير اوقات في اطفال بمراكز العلاج بيكون جاي لعندك طفله انه انت عم تساليها انه طبعا انت بتكوني عارفانه السجل المرضي كله، بس بيكون في سؤال انه من شو عم بتعاني، شو قولي لي احكي لي حاكيني، ما بترضى تحكي، بتعطيها ورقه وقلم تقدر تعبر لك بالورقه والقلم. بتشوفي انه في بنت قدامها مثلا في ام عم تضرب البنت، في بنت عم مشنوقه، في حدا اكل ضربه على اجره، يعني عن جد احيانا بيعبروا لك بطريقه بيوصلوا لك الفكره بلا ما يحكوا. خلال الفقرة عن العنف ضد الأطفال فينا نسأل إنه في طفل عنيف، شو مواصفات هذا الطفل؟ هلأ بالمطلق ما في طفل عنيف، لأنه إذا أنا كان عندي طفل عنيف لازم هذا الطفل يكون متعرض لشيء معين، يا أما يكون في عندي أسرة هي دائما بتعنفه، يا إما هو عم بيشوف المشاهد العنف دائما بحياته سواء على التلفزيون سواء بالمجتمع. لأن إحنا مجتمعنا بنلاحظ إنه العنف كتير كتران بسبب المشاكل الاجتماعية الموجودة. يعني هلأ نحن بنمشي بالطريق بنلاقي فلان عم يحكي عن الفقر، فلان عم يحكي عن الأسعار، دائما في مشكلة، دائما في مشاكل بين الآخرين، يعني ما في هي التعاون، ما في هي الألفة بالبيت، دائما في مشاكل، فانه هذا السبب عم بيكون.
أكيد. بس حسب انت قد ما يعني قد ما بتراعي الطفل وقد ما بتتفهمي وبتحتضني وبتكوني له يعني صدر الحنون، هو رح يكون حدا كثير منيح. كل ما اخذ الثقه يعني هو أكيد. لازم اول طبعاً. شيء ياخذ الثقه والامان انه انا فيني احكي وفيني اعبر، ما حدا رح يحاسبني. تماما. بدنا نشكر وجودك معنا اليوم حبيبتي. شكرا على كل النصائح اللي قدمتيها. بضل اسلوب الحوار هو الاسلوب الانفع اليوم لتربيه الطفل والتعامل مع مختلف نماذج الاطفال الصعبه. بدنا نشكر وجودك معنا اليوم واهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية يا رب.